هم أطفال لا تشبه حياتهم حياة أقرانهم. كانت الأم تعتقد في بداية الأمر أن أطفالها الثلاثة مصابون بمرض التوحد، لكن بعد رحلة طويلة من الفحوصات والبحث عن العلاج، كانت المفاجأة أن أبنائها مصابون بداء نادر جدا يسمى لافيسيتينوريا. ولدت البنية عادية، الكبيرة عادية، ملي ولدت الأخرى لقيتها مريضة، وكان ديها الطبيب تما في الريش كيقول لي عندها شي حاجه في الراس، انا ما عارفه صافي وخليتها هكاك صافي، وهي كتزيد شويه وشويه شويه ولا شويه كتجلس وشويه زدت الاخرى. ملي ولدت البنيه الاخرى حتى هي لقيتها نفس المشكل. وهذا المرض هذا هو ناتج على واحد لاكوميلاسيون، يعني وجود واحد الكميه كبيره ديال لافينيل انالين في الدم، اللي هي ناتجه عن عدم عمل واحد الانزيم اللي هو لافينيل انالين ايدروكسيلاز. هاد لافينيل انالين متى تجمع لنا في الدم فهي تكون عندها واحد الدور اللي هو سيء جدا على الدماغ، فهي تتمشي لنا للدماغ وتتعطينا حالات من التاخر الذهني، من التوحد، من الصرع. تنضاف الى هذه الاعراض صعوبة الحركة والنمو وصعوبة في الكلام، كما أن لون الشعر يميل إلى الأشقر، أعراض تميز هذا المرض. أهل الاختصاص ينصحون باتباع نظام غذائي خاص جدا وبالاعتماد على مواد غنية بالبروتينات الطبيعية التي لا تتوفر إلا بالخارج. الوليدات الا داروا واحد نظام حمية مضبوط بالبروتينات الطبيعيه، ولكن هذا النظام الحمية قاسي جدا، ضروري نكملوه بواحد المنتجات ضروريه اللي هما تكميل الاحماض الامينيه الاصطناعيه زائد منتجات ناقصه البروتين اللي كنكملوا بها السعرات الحراريه اللي خاصها هاد الوليدات. 6000 درهم هي التكلفه الشهريه لعلاج طفل واحد مصاب بداء لافيسيتينوريا، لكن شريطة أن يتم هذا العلاج في سن لا تتجاوز الست سنوات. المرض اللي كان يمكننا نتفاداه كله بواحد لو ديبيستاج كيتسمى بواحد لو تيست ساهل كيتسمى لو تيست دو غيتخي، واللي هذه 40 سنة أوروبا بداو كيديروا هذا لو تيست، والناس اللي دار لهم لو تيست دابا راهم تزوجوا وولدوا عندهم وليداتهم، وحنا باقي عندنا واحد المعاناة كبيرة مع هذه العائلات. ما عنديش إمكانية باش ناخذ هذا الدواء هذا، لأن هذا الدواء بوحده كيسوى 4 مليون في الشهر، ويعني كياكلوا هنايا في المغرب عندهم غير الخضره والفواكه فقط، اما الماكله الاخرى ما كايناش في المغرب، يعني خصني الا بغيت نجيب هذا الشيء خصني نجيبه من برا، وعندي لاميتيال ولكن ما عنديش الحق باش انني غنشريه، ما باغينش باش يجيبوا لي هذا الدواء هذا حيت غالي. هو ثمن مكلف جدا يستدعي ايجاد صيغه لمساعده هؤلاء الاسر في ظل غياب التغطيه الصحيه، ولكم ان تتخيلوا حجم المعاناه اذا كان اكثر من طفل مصاب بهذا الداء في اسره واحده.